معانا حملة لطيفة جداً. الحملة دي تحت عنوان أبطال من أجل التغيير. الحملة دي بدايتها كانت من سنة 2020، والحقيقة إن هم كل سنة بيختاروا موضوع يكون هو المبادرة الخاصة بالحملة. السنة دي بقى المبادرة اسمها الثنائي الفضي، وهي عبارة عن قصص نجاح لأزواج، يعني جوازات مر عليهم 25 سنة جواز ما شاء الله ومكملين 25 سنة، وبقينا كتير ما بقاش نشوف الرقم ده دلوقتي. هتنضم لينا تليفونيا دينا المهدي منسقة الحملة عشان تشرح لنا أكتر الحملة دي إيه وإيه الحالات الجميلة، حالات الجواز الـ 25 سنة، وإيه سبب الاستمرارية الحلوة دي، لأن لسه في حالات حلوة ولسه في جوازات أحلى. أهلا بيك يا دينا معانا، ونبتدي بأول حاجة عايزة أعرف بس موضوع المبادرة السنة دي واختياره للإسم حتى الثنائي الفضي، يعني كلمينا بقى ليه المبادرة وليه اخترتي الإسم ده؟ أستاذ أيمن، أولا بشكرك جدا على اهتمامك بالمبادرة اللي أطلقتها سيدات مصر، وبشكر طبعا فريق عمل يحكى أن أولا المبادرة السنة دي هي تحت مظلة مبادرة إحنا سيدات مصر أطلقتها في عام سنة 2020 بعنوان أبطال من أجل التغيير. كان سبب مبادرة دي هي ان احنا كنا يعني شايفين على مواقع التواصل الاجتماعي كان في قصص لرجال مصريين يعني بيسيئوا جدا لمعاملة المرأة وبينكروا حقوقها، لكن في نفس الوقت كان في نماذج هايلة ما حدش بيسلط عليها الضوء خالص من الرجال المصريين اللي بيشجعوا المرأة في جميع مناحي الحياة. وطبعا يعني احنا طبعا عارفين ان المرأة لما بتبقى بيتم تقديرها واحترامها بتبقى أكثر سعادة، وده بينعكس على كل الناس اللي حواليها سواء طيب. في العمل أو في الأسرة. احنا النهاردة بنتكلم عن السند والدعم، عشان كده كان مهم قوي ان انت تبقي معانا يا دينا، والمبادرة دي لفتتنا بصراحة وفريق العمل في البرنامج، وبصراحة الثنائي الفضي اللي عدى على جوازهم 25 سنة انا حبيت ابتدي بيها الحلقة، لان عايزين نقول للناس احنا عندنا جوازات ناجحة وعندنا ناس بيحبوا بعض وعندنا ناس بيساندوا بعض، مفيش الكلام اللي كتير اللي عمالين يقنعونا بيه على السوشيال ميديا ان الجواز ده فاشل وان مفيش حد بيكمل، لا في 25 سنة و40 سنة و60 سنة كمان. كلميني على الثنائي الفضي ده، الفكرة جت منين وعملتوا ايه؟ حضرتك هي الفكرة جت من طبعا يعني احنا شايفين للأسف النسب او المعدلات الطلاق بتزيد كل سنة، يعني احنا وصلت ل 245 ألف حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ماشي، ما احنا 100 مليون يعني، بس احنا مركزين بس عاملين سبوت على الطلاق، لكن احنا مش عاملين سبوت على الجواز يعني. بالظبط، فاحنا حبينا ان احنا نوصل رسالة للشباب طبعا ان احنا من خلال القصص اللي احنا هنكتب عنها ان شاء الله وهتنزل يوم الرجل العالمي زي كل سنة، احنا من 2020 واحنا كل سنة بننزل في نفس الميعاد ده القصص عشان نحتفي بالنماذج الأزواج والرجال عامة في كل المناحي الحياة، يعني اللي بيدعموا المرأة يعني سواء في العمل في الأسرة، يعني احنا من 2020 واحنا الحمد لله بننزل قصص حقيقي يعني ملهمة جدا وأثرت في رجال كتير، يعني ان هم قدروا يعني بقينا بنمشي المفاهيم المغلوطة حول الرجولة، حاول ان مثلا الراجل ما ينفعش يساعد مراته في البيت، ان الست مكانها المطبخ والراجل ما يعرفش يعمل مثلا حاجه يساعد يعمل كوبايه مثلا شاي لنفسه. ف يعني كل سنه احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نغير المفاهيم دي، وبقت بقينا نشجع سيدات كتير ان هم يكتبوا قصص عن رجال بيدعموهم في حياتهم. السنه دي طبعا احنا يعني اهتمينا اكتر بالازواج اللي هم مر على زواجهم 25 سنه، لان احنا لمسنا ان في مشكله فعلا في الفترة دي، وكل الضوء متسلط على أعداد الطلاق لكن ما فيش حد بيتكلم عن القصص اللي هي حقيقي يعني يا ريت يا دينا بقى يعني التحديات المختلفة على مدار السنين. يا ريت اشوف بقى في الجوازات دي وفي المبادرة الحلوة دي النماذج الحلوة الناجحة دي، انا كست بالضبط. لما اجي اتفرج كده وابص على المبادرة انا عايز اعرف ركزوا لنا اكتر على اسباب النجاح، يعني الناس دول الكابلز دول بقى لهم 25 سنة هي بتحتويه ازاي، هو بيسندها ازاي، طب ايه اكتر حاجة حلوة في حياتهم خلتهم يكملوا، يعني انا كست ببقى عايزة اشوف هم عملوا ايه عشان ينجحوا كده ويكملوا كده.
بالظبط، لان حضرتك دلوقتي في ظاهره انه في شباب وبنات كتير يقول لك انا خايفه اتجوز. ايوه دي حقيقه بسبب النجس، كميه القصص اللي هي سلبيه جدا اللي بدات تخوفهم من فكره الجواز. فاحنا عايزين نعمل حاجه زي كاونتر كده، كامبين ضد ال 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 الطاقه اللي هي السلبيه دي. بس انتوا عاملين ده فعلا بنجاح يا دينا، وانا بشكرك جدا دينا المهدي منسقه حمله ابطال من اجل التغيير، نورتينا يا دينا. وده فعلا المطلوب، كل ما نلاقي حرب سلبيه داخله علينا بافكار غريبه مش بتاعت مجتمعنا. يعني ايه اصل ده احنا بقالنا فتره بنشوف ضد الجواز ضد الجواز، ده هم مش عايزيننا نتجوز اصلا خالص نهائي. فكل الافكار السلبيه دي احنا بقى بنحاربها برضو بافكار ايجابيه. بنرجع انتوا بتقولوا ان الدنيا وحشه، لا الدنيا حلوه، لا في جواز ناجح، لا لسه في ناس حلوه وبتكمل وسند يعني هم بس واخدين شويه الحاجات اللي فوق الوش وحاطينها لنا في الوش كده، تصحى من النوم تلاقي الخبر يجي لك اكتئاب تقول ان الدنيا سودة. لا الدنيا مش سودة ولا حاجه، والدنيا حلوه. واحلى حاجه الجواز المبني على الاحترام والتقدير والسند. يعني انا ببني حياه فمحتاج شريك حياه يبقى سند ليا، لان اكيد مش هبنيها لوحدي.